شوفوا هذا غداء على اليوم. اخترقت. هلا يا ابو الشباب. والله حيو. مرحبا، ان شاء الله تكونوا تمام. غبت عنكم فتره واكيد اكيد اكيد مشتاقين لمقدمتي العظيمه. اهلا وسهلا بكم بقناتي قناه انا احمد. كان هذا الفيديو اول فيديو تشوفوه لي، لا تنسوا تضغطوا على زر الاشتراك والسبسكرايب الاحمر اللي تحت، وكمان فعلوا جرس الصغيرون علشان يوصلكم كل فيديو جديد بنزله. ولا تنسوا كمان تعملوا هذا الفيديو لايك وتشاركوا مع اصدقائكم على مواقع التواصل الاجتماعي. فيديو اليوم راح يكون مع اختي اللي هي سولي، تمام؟ فممنوع اقول لها لا لمده يوم كامل، فالله يستر هي ايش راح تسوي فيني. يلا تفضلي. هذا التحدي. اوكي ايش اسوي فيه؟ راح تحطيه في وجهك. شوفوا ايش اسوي فيه. راح تحطيه في وجهك رغم انه ما فيك خدود. خدودي شفطوا. حطيها على وجهك. كيف حطوا اصلا؟ هذا نفخ طبيعي طبيعي طبيعي، ما يحتاج عملية. لوني ايش الاول؟ بقابض. يعني كمان طالبة مني الوان. تجيبي مرايه اشوف نفسي. حبدي اسكت اصلا، خلاص مخلوقة. كيف اتنفس بفمي؟ مسكينة. مش قد راح تعرف. اوكي كيف اسوي؟ تفتنك مدي. ما اقدر امد مرة وجهي جدود. اخترقت. اوكي ها هذا كانك تدخلي البحر وصغير. طيب يلا قاعدين اخلص. ايه وجهك تشوه. هذا اخير. يا مفترية صار وجهي كله عبارة عن بقع، وهذا هو المطلوب اثبات. عندي حاجة ارمي. يا وجهي. A few moments later. وقعت في يد من لا يرحم اسيل. يلا الحين بما انكم بتتغدي اليوم. اليوم محذوف وجبة الغداء. اكزاكتلي. كويس. ايش راح تغدين ان شاء الله؟ لكن بسوي ان شاء الله. يعني ما راح تغديني؟ لا. لا اليوم ضلي صايمة اليوم. كنت بسوي شغلة. ايش؟ خليها مفاجأة. اجلسين ولا تبعدي؟ لا اجلسي هنا لما احضرها. الله يستر يا رب. الله يستر. شوفوا هذا غداء على اليوم. يلا خلونا ننتظر الحين نرجع. شي بيطلع لك الحموضة ايش وتوقع؟ شوف انا عارفة العلبة تبع ايش اصلا. هذه علبة العشار. اكزاكتلي رح تاكلي. عشار ولا مخلل؟ شوفوا نحن بنسميه هذا الشيء اسمه عشار. اللي ما يعرف ايش هو العشار، متعارف عليه في الدول العربية كامل. اسمه مخلل الليمون بالشطة. ماما عارفة انك راح تجيبي لي هذا الشيء؟ لا انا عارفة انها راح تنحرق. تذبحني وبتنحرقني وكل شيء. لان انا معدتي فهذا الشيء
يعني ما عندي لا قولون ولا قرحة، ولكن بحافظ على معدتي لأنها متعولني كثير. شوف أنا بعشق العشرة، بعشق أي حاجة حارة، بس إني أكلها كذا لحالها مباشرة لا، أكلها مع رز عادي. لا ممنوع، كنت قلت لك ما في غدا اليوم. اليوم ما راح تاكل الغدا. ولسه طالبة إيش؟ إيش؟ طالبة شيء تحبيه مرة. إيش؟ فلافل. فلافل مع عشاء لا ما تضبط. لا طالبة كمان زبيان. لا زبيان مع العشاء خيالي. لا لا خلاص غير ستوب ستوب. أي شيء حاجة أقولها خيالي على طول لا 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 بغيرها ما فيهاش. كده يا بلاش هو طعمه لذيذ. مين بيحب العشار؟ اليوم حموضة عندها ترتفع. لسه شوية بيتفاعل مع بعض. شوف اللي بيحب العشار راح يستمتع معايا. انا كيوت. انا كيكة. اكثر حين خلاص انهي خلاص لحمة في معدتك بس. لا معدتي بدأت تلهب. حلو شوف الحين جبت عمامة والحين بخليها تلبسها. خلونا نشوف جيب لها الفجعة. رح تلبسيها الحين. نعم يا اختي. الحين رح تلبسيها. يعني ألف العمامة قناتي. لا لا عادي البين عادي سهل. لا لا عادي قدام الجمهور كمان. اصبر اصبر انت البسي وبعدين بيصير شيء. البس وبعدين يصير شيء. ايوه تجيبي لي مراية. اقول انك تسوي بدون مراية. يصبر الارض خفيفة. ادري من يوم يومي. حلو تعرفي تسوي احسن من الاولاد. اوكي اذي تمت يا ح. انتي اللي مش عايزة تجيبي مراية خلتني اشتغل باللمس كذا. كيف انا؟ حلو كويس؟ يس تبي تشوفي نفسي؟ خلاص بنجيب لك مراية. وش رايك الحين نحط صورة كانستغرام؟ تحطي لي نعم يا اختي. عادي بصورك صورة حلوة تحطيها في انستغرام. ايوه وتخليها لمدة يوم كم. او لا 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 في انستغرام لا تقربي من انستغرام. في قناتي اعرفوا الناس انه انا بسوي تحديات مع يعني انا اليوم كامل ما اقول لك لا بس في قناتي اوكي بس في انستغرام الناس ما راح تفهم ايش الوضع. لا لسه تكتبي تحتها ولسه تكتبي تحتها. لا بعدين لا يعني بعدين شوفوا عمامة مع حجاب لا احسد عليه بس جد قولوا لي اول حاجة قولوا لي ايش رايكم.
اعرف اسوي عمامه بدون مرايه، وعلى فكره لحد الان انا لسه ما شفت نفسي كيف صاير شكلي، بس المهم انا اسوي عمامه. ضبطتها ولا لا؟ لا خلاص. ايش رايك اسوي كذا؟ اسمع لكم، شوف اسمع اسمع، انا عارفه هي اختي بايش جالسه تفكر. شوفي كيف كذا، اوكي مش كذا الشباب يسووا. بسوي كذا تمام. هلا يا ابو الشباب، والله حيو. وانتو كذا تسووا، بس اي لقط اشياء يصير دائما. اعتقد انه هذه احلى تصير. اوكي خلاص يلا. لا انا ما علي اشتري صوره في الانستغرام. حاضر يلا نصور صوره فوتوغراف، صوري صوره فوتوغراف يلا. لا ايش عادي عادي اليوم لا 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 وجهي فح... لا لا راح تراجع بوب، راح تطالع بوب. لا شكله سميك المكسور. والله سميك روعه. هذا طلع بس ما صار ضبط يعني. خلينا نكتب ايه وجهتي حبيبتي، وهنا الاسبن كمان عادي. الله حبيبتي يا من حسد الفال. الله لو ارسم شجرة هنا بيكون حلو. والله عاد ايش رسم هنا؟ خلاص كفي كفي كفي. لا حديني برقف يعني اكيد. لا لا اسمع، بدي اسوي لك كونتور، كونتور طبيعي. طيب انا جالسه ارسم سهم معنا. وصلت ذكرتيني بالسهم. ليش ان شاء الله ناوية ترسمي طريق؟ بحدد لها بالطريق بسرعة. لا تحركي عشان نسوي لك المكياج. طبعا هذا راح يكون غلاف الفيديو عشان كذا جبنا يوم كامل. حلو كمل. طبعا اوه بتحب لو سويت لك حق الأرض. بس خلاص مين راح يغسل هذا الوجه؟ والله عندك ايد نعرف هذا. اعطيني مراية، اعطيني مراية. مراية مخبيتها انت، جيبي لي اياها. مصدومة بجد ومش بنطق ولا جربك اللي جرح اللي جرح وجههم كذا بنفسه بالضبط. جرح وجههم ها؟ اي يو لو كنت رسمت من البداية كذا قطة. من البداية قطة. خلاص بسوي لك فيديو كليب هذا شكرا. الحين هذا التخطيط اللي عملته كم يستحق لايك؟ كم يا ترى؟ يا رب قدرنا على فعل الخير وبعدنا عن أذية الغير. يا رب كتر من اللايك والشير.